مريومه هاي بالله حلوه امنتك لحتى ان تستاهل واحد يعني مثلها. يعني احكي لك الشغله البنت اللي عم تذكرها انا هذا الزمان هذا الفيديو من فتره كذا شهر اي ما عم بتذكر انا انه هي بس انا بحب اني اقول لك شغله لولو انا لا يمكن اني عاشر بنت او صادق بنت اذا ما كانت قمر. يعني الفيديو اللي انتشر لك وبس كانت احاسيس وقلب ومشاعر مش انك عم بتمارس. لا 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 حجي لا لا اوكي هلا فهمت بس مجرد مشاعر ناقصك حنان ناقصك كذا بس استسلمت رومانسيه رومانسيه. هي فضيحة انه انا على اساس عم بحكي مع واحدة عم واحدة صبية او شاء الله تكون شو ما المهم عم بحكي مع انثى اوكي هلا هي فضيحة فضيحة شو هذا تصوير الوجه ورخي حالك مريومة ورخي هذا فيلم اباحي اللي ما بعرف اذا كان اسمه مريومة ولا ما بتذكر يعني لانه الحادثة قديمة كثير. منتج 7-8 مرات هذا العمل عاملين له مونتاج ومركبينه تركيبات وعاملين له افلات. الذكاء الاصطناعي بيجيبك وبيجيب اي انسان. انت اللي اشتغلت هذا الفيديو ورحت سلمته لمحطه المعارضه انت والله تافه. اللي انت حاولت تبتزني بالاف الدولارات فشرت انت وامثالك انه انا اكون ضحيتك. طبعا انا القسم العربي في بريطانيا شركه حاليا في عنا على الطاوله مسلسل سوري. ايه نحن جايين على بلد سوري فمش ضابطه ابدا نجيب كادر الممثلين كلهم من برا صح ايوه تماما فلازم يكون في حدا من البيئه نفسها. اي وطنيتك حبيبتي اي وطنيتك ايوه شكرا لك ف أنا هلأ أخذت الفيديو حطيته عنا على الكمبيوتر على برنامج ذكاء الاصطناعي التشات جي بي تي إذا سمعان فيه أي دقة وبرامج الذكاء الاصطناعي فحلل لي الفيديو والفيديو غير مفبرك بنسبة 100% بصراحة ممكن معلش أنا كتير حابة نتعاون أنا وياك لكن بدنا نحاول نلاقي حل جذري لهالقصة. حل جذري لشو حبيبتي؟ حل جذري للفضيحة اللي لا تاز التواصل مع شركة جوجل لازم نقدم لهم القصة كاملة مع بعض الإثباتات يعني بشكل عام المكالمة كانت حقيقية 100% مو مشكلة بس ثواني أجهز الإيميل بس خلص خليك أنت أستاذ عم تقول على السوشيال ميديا وهيك أنه ذكاء اصطناعي وضل كذب الخبر. أنا هون في سوريا حبيبي في عندنا مسلمين هون بسوريا؟ وصحابه؟ ايه عنا عدد كويس بنات وشباب. اوه اي والله. والدولة بتعرف ولا؟ لا الدولة احنا بعيدين عن الدولة، بعيدين عن الدولة. اوكي. لأن الدولة لحد هلا ما عم بتحاربهم، الدولة ما عم بتحاربهم. بشكل عام خلينا نقول أنت تتضامن مع المثليين، اوكي؟ ايه حبيبتي أنا بعتبرها هي حرية شخصية. يعني اللي بيشتغلوا احمد رافع بسوريا كله وانا مسؤول عن كلامي قدام الانسلين. سوري انا سمعت دبابات انت فيك تامن هيدا الشيء؟ طبعا دبابات حقيقيه مش مونتاج. حقيقيه استاذ احمد مسلسل سوري اذا انت عم تحكي جد فانت حتوفر علينا مجهود ومصاري بشكل فظيع. ايه بس كله بتعرف يعني كله بتمنه. طبعا لا طبعا انت حتوفر علينا مثلا دبابه واحده كم بتكلف تقريبا؟ هلا نحن سابقا ما كانوا ياخذوا منا مصاري بعد الحرب صاروا ياخذوا مصاري. قديش تقريبا؟ بعمل لك برنامج انا بعمل لك برنامج بس تبعتي لي السكريبت
انه انت كم دبابه بدك، كم متجر الدبابه بدك تقريبا بدك. الدبابه الوحده ما بقدر حتى ارجع اقعد معهم للجنه، لجنه الضباط من لواء لعميد لعقيد بيطلعوا شي 7 ضباط. اوكي بدك تقولي لي كم دبابه بدك، كم مدفع بدك، بدك طيران، بدك كذا، كله هذا بعمل لك انا قائمه فيه. أوف. تدفع رسميا بالدولار بالبنك. كمان فينا نصور جوا داخل سجون او شيء، او يكون في مساجين او الى اخره، ولا كمان صحيح؟ نحن داخل السجون ممكن نعمل، بس بشرط على ما انه يكون في اساءه لدولة سوريا من خلال لا 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 استاذ، نحن عن هدف انه نطالع هيدا المشهد، يعني ريلي ريلي كثير حقيقي. تقبري قلبي ان شاء الله، دير بالك حالك استاذ. يا ريت شرب يطول عمرك دخيلك انت.